اذا مشت الكرام مشتخانات شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. امن يوقف في هذه اللحظات واحد شخص يعني نوض الروينه في حاله تخدير يعني وكان كيمحيح في الزنقه وكيغوت في هذه اللحظات. تم الايقاف ديالو من طرف عناصر الشرطه القضائيه. الله يحفظك شكرا. يعني فتحياتي لعناصر الامن يعني كيف ما كنت لحظة الاعتقال ديالو في هاد اللحظات. غادي يتم النقل ديالو من طرف الفرقه المتنقله التابعه لجهاز الشرطه القضائيه. صراحه تحياتي لهم على الحملات الامنيه اللي كيقوموا بها صراحه من اجل ايقاف كل شخص يخالف القانون. يعني مجموعه من الاشخاص اللي كيتعاطاو الماده السيليسيون يعني كينوضوا فوضى بوسط المدينه. فاللحظات لحظه الايقاف. فرقات الدراجين ايضا متواجده بعين المكان. تحياتي لعناصر الامن تحياتي لهم. يعني قاموا بايقاف واحد الشخص تحت تاثير المخدرات يعني وكيتلقى المواطنين ومنوط فوضى ومحيح. يعني كان منوط فوضى ومحيح. فتحياتي لعناصر الامن يعني بالحنكه والخبره ديالهم ماشيين على الاقدام من طرف فرقه المتنقله يعني قاموا بالايقاف ديالو. في اللحظات غادي يتم النقل ديالو الى مصلحه الديمومه.